هذه القصة هي قصة أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الأخدود التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة كاملة، جعل غالب الآيات في هذه السورة تقص علينا قصة أصحاب الأخدود. من هم أصحاب الأخدود؟ وأين كانت بلادهم؟ وما الأحداث التي جرت لهم؟ ذكر أهل العلم أن هذه القرية هي كانت في اليمن، قرية نجران، ونجران كما تعلمون كانوا على دين النصرانية، كما وقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الوفود عندما جاءه الوفود في السنة التاسعة من الهجرة يسلمون ويعني يبحثون عن الإسلام، فكان من أشهر هذه الوفود الذين قدموا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفد نصارى نجران من اليمن، وناقشوه وجادلوه حتى أنزل الله تبارك وتعالى قرابة 80 آية أو 82 آية لم تخن الذاكرة في صدر سورة آل عمران كلها في نصارى نجران. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه المباهلة، أن قبل ذلك قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. عندما سألوه أنت تقول أن عيسى بشر، طيب من أبوه؟ يظنون أن بذلك سيحرجون النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. تستغربون مثل عيسى، استغربوا مثل آدم. أنتم تقولون أن عيسى أمه مريم وأبوه تعالى الله عما يقول الكافر علوا كبيرا، أبوه الله. طيب تستغربون هذا من باب أولى أن تستغربوا حال آدم، لأن آدم خلق من غير أب ولا أم بالاتفاق. أيكون خلق المخلوق إذا خلق من أب وأم أصعب وأغرب أم الذي خلق من أم بلا أب؟ الأول أغرب. فأقام النبي عليهم صلى الله عليه وسلم هذه الحجة. المهم كانوا نصارى. هذه الأحداث لقصة أصحاب الأخدود رجح جمع من أهل العلم، طبعا مثل هذه الأمور التاريخية إخواني يصعب أن الإنسان يقول يقطع، يقول وقعت في كذا وتحديدا في بلد كذا. تذكرون في قصص كثيرة ذكرناها قلنا الأرجح الأغلب المشهور الظاهر، لأنها أمور تاريخية قديمة وقعت في أزمنة متباعدة، فمن الصعوبة بمكان أن يقطع الإنسان، ولكن تكون توارثها العلماء في كتب التاريخ فتكون مشهورة عندهم حتى غدت من المسلمات أو قريبا من المسلمات. فقالوا إن هذه القصة وقعت في زمن الفترة، وزمن الفترة هو بعد مبعث عيسى صلوات الله وسلامه عليه وبعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه زمن الفترة التي تقريبا 500 سنة. أنت الآن لو أردت أن تعرف يعني ما هو الفرق بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري، تقريبا 500 سنة. الآن في 2009 والهجري 1430، تقريبا يعني هذه القرابة تقريبا، لأن هناك تاريخ ميلاد المسيح عليه السلام، فتقريبا 500-600 سنة أقل أكثر يعني بهذه الحدود. فيقول أهل العلم أن هذه الفترة أو هذه المدة تسمى بالفترة، أي فترة انقطاع الرسل، ما في رسول ولا نبي بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل العلم مختلفون، هل هؤلاء أهل الفترة أو ليسوا بأهل الفترة؟ منهم من قال ليسوا بأهل الفترة لأنهم كانوا على بقايا دين إبراهيم فسيحاسبون. عندما تقول أهل الفترة، إيش معنى أهل الفترة؟ أهل الفترة يعني ما جاءهم من بشير ولا نذير، وربي يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مثل اللي يكون في أدغال الغابات أو في الأودية أو في الكهوف، ما وصلهم بشير ولا نذير، أو أن يأتي رسول وأن يكون أحد الناس شيخا خرف مخرف أو المعتوه، هذا ماذا يصنع؟
فهذا يكون أهل فترة. ما مصيره؟ يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يختبرهم ويبعث إليهم رسولا. واحد يقول كيف؟ لا تقول كيف، هذه أمور اختص ربنا تبارك وتعالى بكيفيتها. كما أنك تؤمن بعرصات القيامة وأحداث القيامة وأهوال القيامة وعقلك لا يستسيغ ذلك أو لا يتصور ذلك، فكذلك، لأن ربي القاعدة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، إذن هذا كان في زمن الفترة. هذه البلدة نجران كانت على دين عيسى عليه السلام، وكانوا موحدين، لأن النصارى الذين كانوا مع عيسى الحواريون، والحواري هو الصاحب الخالص، يعني أقرب الأصحاب الحواري، فالحواريون هم كانوا صحابة عيسى عليه السلام، فهؤلاء كانوا مؤمنون، بمعنى أنهم موحدون، يعني لم يقولوا إن عيسى هو ابن الله، ولم يقولوا إنه الصليب، لا 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 لا، هم كانوا مؤمنين. فهذه القرية، قرية نجران، كانوا على دين التوحيد وعلى ملة عيسى. جاءهم ملك ظالم، وهذا الملك يلقب أو اسمه ذو نواس. هذا الملك تهود، لأن أيضا هناك قرى، وأظن إلى الآن في المدينة في اليمن قرى من اليهود أو ناس من اليهود، ليس كذلك شيخ بسام ولا ما فيه؟ فيه، نعم قليل، وأسأل الله أن يجعلهم أقل من القليل، فموجود. طيب، فهذا الملك تهود، أي صار يهوديا وترك دين النصرانية، وكان ملكا جبارا ظالما غشوما، فحمل أهل هذه القرية، قرية نجران، على ترك دينهم واعتناق الوثنية، عبادة الأصنام والأوثان، الشرك والكفر، فعاش الناس في ظلام. طبعا كثير منهم سيستجيب، لا شك الناس ضعفاء سيستجيبون لهذا الأمر تحت وطأة البطش والجبروت والتعذيب، سيستجيبون، والجهل. فمرت أجيال على هذه الحال، حتى اتخذ هذا الملك ساحرا، والسحر مشهور عند اليهود كما تعلمون، كما نطق القرآن بذلك في قصة هاروت وماروت التي مرت معنا. فهذا الملك كان عنده هذا الساحر الذي كان يسوغ له ظلم الناس وبطش الناس وفعل الفواحش والمنكرات التي على رأسها الكفر والعياذ بالله. كبر هذا الساحر، أصبح كبيرا، وخشي أن يموت، فقال لهذا الملك: لو أتيتني بغلام نجيب فطن ذكي حتى أجعله خليفتي. فعلا جاءه الملك بغلام، فأخذ هذا الساحر يعلمه، وكان هذا الغلام نجيبا ذكيا، استوعب هذا السحر بفترة قياسية، سر الساحر به لنجابته وفطنته، وتوسم أنه سيكون يعني مثله وسيكون خليفته في المستقبل. في يوم من الأيام كان الغلام ذاهبا للساحر، في طريقه للساحر، فوجد صومعة، الصومعة يعني الغرفة أو المكان المنعزل عن الناس ليتعبد فيه العباد، فأتى لهذه الصومعة، وجد فيها عابدا الذي هو لا يزال على دين عيسى عليه السلام موحدا، فجلس معه وسمع كلامه ودعاه إلى التوحيد، فسر الغلام بكلامه، وجد أن هذا الكلام يتوافق مع الفطرة السليمة السوية، وهو لا يزال غلام صغير، يعني لم تتلوث فطرته بالكامل. ترك الراهب وذهب يكمل طريقه إلى الساحر، فأصبح في كل يوم يمر ويجلس عند الراهب ما شاء الله تبارك وتعالى يجلس، ويتعلم منه ما شاء الله تبارك وتعالى يتعلم من دين التوحيد والنصرانية وشريعة عيسى عليه السلام، ثم يذهب إلى الساحر. غضب الساحر على الغلام، بل ضربه على تأخيره، فما كان من الغلام إلا أن شكى هذا الأمر إلى الراهب
وقال لقد ضربني الساحر وهددني إن تأخرت مرة أخرى فماذا أقول له؟ فقال الراهب له إن سألك عن تأخيرك فقل حبسني أهلي، وإن تأخرت عن أهلك فقل حبسني الساحر. طبعا أراد هذا الراهب العابد الصالح بقوله حبسني أهلي لأن أهل الإنسان وإخوته هم أخوة العقيدة والتوحيد والإيمان، إنما المؤمنون إخوة، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال صلى الله عليه وسلم، هذه أوثق عرى الإيمان، أوثق من عرى النسب. إذا تعارضت عرى الإيمان مع عرى النسب تقدم عرى الإيمان وروابط التوحيد والعقيدة على روابط النسب. فقال له قل حبسني أهلي وبذلك يعذرك، وإذا ذهبت إلى أهلك بعد الساحر وقد تأخرت عليهم قل لهم حبسني الساحر، وبهذا تنجو من غضب الساحر ومن غضب أهلك. استمر هذا الغلام فترة من الزمن وهو يتردد في طريقه بين الساحر والراهب، الساحر والراهب، ويسمع النقيضين، هذا يدعوه إلى عبادة الواحد الأحد وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى لا شريك له، والآخر يدعوه إلى الشرك والتنديد وعبادة الأصنام والأوثان. فكان في حيرة إلى أن جعل الله تبارك وتعالى وساقه لاختبار، عن طريق هذا الاختبار عرف هذا الغلام أن الراهب على الحق. ما هذا الاختبار؟ كان في طريقه إلى الراهب في يوم الأيام فوجد دابة بقرة أو ما شبه ذلك، دابة كبيرة قد سدت طريق الناس، نص الشارع واقفة، يمين ما في، يسار ما في، حاولوا أن يزيحوها ما استطاعوا، كلما اقتربوا منها استوحشت عليهم. طيب ماذا نصنع؟ نريد أن نذهب إلى مصالحنا، إلى بيوتنا. فعندما رأى الناس هذا الغلام وهم يعرفونه وقد اشتهر أمره أنه غلام الساحر وأنه سيخلف الساحر، فقالوا إليه، قالوا أنت غلام الساحر وتعلمت من السحر، فلتطبق سحرك واستخدم سحرك لتزيح هذه الدابة. فأخذ هذا الغلام حجرا وتوجه إلى الله تبارك وتعالى وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأزح هذه الدابة عن طريق الناس. ثم رماها بحجر صغير، بحجر صغير، مع أنهم رجال حاولوا أن يزيحوها ما استطاعوا، فرماها بحجر صغير فسقطت هذه الدابة من على رأس الوادي. فعرف الغلام أنه أن الراهب على الحق وأن الساحر على الباطل. فجاء الناس يشكرونه ويقولون هذا هو السحر، فقال له إنه ليس بسحر، إنه أمر الله تبارك وتعالى. أكمل طبعا الناس ذهبوا في طريقهم، كل ذهب إلى حال سبيله، وذهب الغلام في طريقه إلى الراهب، ثم قال للراهب وحدث الراهب حدث الراهب بما جرى له. فقال له الراهب أي بني قد بلغ من أمرك ما بلغ وإنك اليوم أفضل مني. ثم قال له وأعطاه القاعدة، قال وإنك ستبتلى. سبحان الله، كما قال ورقة بن نوفل ذلك الشيخ الذي عمي وكان أيضا تنصر عندما ذهبت به خديجة، ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقالت يا عم أو يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، ثم قال هذا الناموس إلى آخر الكلام، ثم قال له وسيخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وقد عودي. قال ولئن يبلغني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ولكنه طبعا مات ورقته، وقيل إنه أسلم والعلم عند الله عز وجل. المهم قال له هنا الراهب قال وستبتلى، ثم أوصاه
قال ولكنك إذا ابتليت فلا تدل علي. خلني أنا ما فيني شد للعذاب والطق بهذا السن والتعذيب حتى لا أفتن، فلا تخبر عني. أصبح الغلام سبحان الله يعني أجر الله على يديه شيئا من المعجزات والآيات، فكان يبرئ الأكمه الأعمى والأبرص ويداوي الناس ويعالج كثيرا من الأمراض حتى انتشر صيته. كان عند الملك هذا الظالم الغشوم المجرم كان عنده جلساء، أحد جلسائه كان رجلا قد عمي كثيف، سمع بخبر هذا الغلام أن في غلام يعني بلغ من سحره أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس وما إلى ذلك، فأخذ هذا الرجل وهو لا شك من الأغنياء لأنه من جلساء الملك، أخذ هدايا وأموال كثيرة وذهب مع خدمه إلى بيت هذا الغلام، دخل عليه بهذه الهدايا الكثيرة فقال له ما هاهنا كل هذه الأموال والهدايا التي أتيت بها، ما هنا ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام، شوف هذا الغلام الرباني الصالح لم يغتر بما أتاه الله تبارك وتعالى بهذه الكرامات، قال له الغلام إني لا أشفي أحدا، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. قال فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. قال هذا الرجل ماذا أصنع؟ قال اتجه لله تبارك وتعالى وآمن بالله وآمن بربوبيته ووحدانيته وألوهيته واكفر بكل طاغوت يعبد من دونه. ففعل هذا الرجل كما أمره الغلام، فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى أن يشفي هذا الضرير فشفاه الله سبحانه وتعالى وأعاد إليه بصره. رجع هذا الرجل إلى مجلسه في حضرة الملك، خرج الملك فرآه مبصرا قال من الذي رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال الملك له أولك رب غيري؟ شوف المتكبر الخبيث، أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله، ربي وربك الله. هنا أخذه الملك وعذبه عذابا عظيما من ضرب وحبس وتعذيب لا يكاد أن يطيقه أحد، فما كان من هذا الرجل إلا أن اعترف وأقر ودل الملك وحراس الملك على هذا الغلام. فذهبوا مسرعين إلى الغلام، أتوا بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل كذا وكذا، كل هذا من السحر؟ فقال له الغلام قال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تبارك وتعالى. فهنا استشاط الملك غضبا وحنقا على هذا الغلام فسامه سوء العذاب، فتحت وطأة هذا العذاب اعترف الغلام ودل على الراهب، فذهبوا وجاءوا بالراهب فعذبوه عذابا منكر شديد، ساموه سوء العذاب وأرغموه أن يرجع عن دينه، فأبى هذا الراهب. انظر إلى الثبات، أبى هذا الراهب. فما كان من هذا الملك الظالم الكافر إلا أن أتى بمنشار فشق الراهب من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه نصفين. شوف الخبيث، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الصحابة يعذبون عذابا عظيما، بلال هذا بلال يجر على رمضاء مكة ويضرب بالسياط وتوضع على صدره رضي الله عنه الحجارة العظيمة، وهذا عمار يضرب ويجلد وأمام عينيه والداه يضربان ويجلدان، حتى قام فرعون هذه الأمة قبحه الله وطعن
أمه في مكان عفتها فكانت أول شهيد في الإسلام، وصهيب والمقداد وغيرهم كثير يضربون بالسياط ويعذبون. فعندما اشتدت وطأة قريش، وهذا كان سبب نزول هذه السورة الأخدود، سورة البروج، تسلية للمؤمنين وأن النصر لهم، ولينظروا ما جرى للأمم السابقة. فجاء رجل من الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا ربك؟ تعبنا، عذبنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل ثم ينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، ثم يمشط أو يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. فهذا الراهب فعل به كذلك. ثم جيء بجليس الملك هذا الأعمى الذي رد الله عليه بصره، ها أكفر بالله العظيم والعياذ بالله، أترك هذا الدين وارجع إلى عبادة الأوثان والأصنام. أصر وثبت، وضع المنشار على رأسه، ثم شق نصفين أمام هذا الغلام. ثم جيء بالغلام وقيل له: عد عن دينك، أكفر بهذا الدين. ثبت الغلام وصبر ولم يستجب لهم. انظروا للثبات، الثبات أيها الإخوة، الثبات حتى الممات على دين الله تبارك وتعالى. يعني هذا الآن الراهب، صحيح أنه تألم عندما وضع المنشار وعذب، لكن ما مقدار هذا العذاب وما مدة هذا العذاب لا يقارن مع عذاب الآخرة. والنعيم الذي فاته في هذه الدنيا لا شيء مع نعيم الآخرة. فقالوا للغلام: ارجع عن دينك. قال: لا أرجع. فأمر هذا الملك الغشوم الظلوم جنده أن يذهبوا به إلى قمة جبل، قال: فاطلبوا منه أن يرجع عن دينه، فإن استجاب فنعم، وإلا فاقذفوه من قمة هذا الجبل. وفعلا ذهبوا به مجموعة من الحرس حتى صعدوا هذا الجبل الشاهق. فقال هذا الغلام وقد حرك شفتيه وهو يدعو الله عز وجل، وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. شوف الاتصال المباشر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فارتجف الجبل، سبحان الله، ارتجف الجبل، فسقط الجنود من على الجبل في الوادي. رجع الغلام يمشي إلى الملك، فجن جنون الملك وقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تبارك وتعالى. ثم أمر كتيبة أخرى من الجنود وقال: اذهبوا وضعوه في القرقور السفينة الصغيرة، واركبوا البحر حتى إذا توسطتم البحر في لجته ادعوه أن يترك هذا الدين، فإن استجاب وإلا فاقذفوه في البحر. فوضعوه في هذا القرقور السفينة الصغيرة، ثم انطلقوا حتى توسطوا البحر في لجته وأمواجه، فحرك الغلام شفتيه وهو يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت. فأغرق الله تبارك وتعالى الجنود، أكفأ بهم هذه السفينة، انكفأت فغرقوا، ورجع الغلام يمشي إلى الملك مرة أخرى. هنا الملك كاد أن يعني كما نقول يغمى عليه، ما القصة؟ أين الجنود؟ ماذا فعلت بهم؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، يعني قتل على ما يريد الغلام. قال: وكيف أقتلك؟ قال: اجمع الناس في يوم مشهود كلهم، ثم خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس، وقل بصوت مرتفع ليسمعك الناس: بسم الله رب الغلام.
قال وستموت؟ قال سأموت، سأقتل. والغلام له مغزى آخر، لم يفطن له هذا الملك الظالم الذي طمس الله على بصيرته. فعلا خرج في يوم مشهود في جنوده وحاشيته وحرسه وقواته، جمع الناس كلهم، الذكر والأنثى والصغير والكبير، الجميع حضروا. صلب الغلام على جذع مرتفع، أخذ سهما من كنانته، وضعه في كبد القوس، وقال بسم الله رب الغلام، فرمى السهم، فاستقر هذا السهم في مهجته، في مهجة هذا الغلام، وأعلن الشهادة وسقط شهيدا سعيدا. هنا الناس كانت ردة فعلهم طبعا، وصلت الرسالة أن هذا الملك لم يستطع بما أوتي من جبروت وقوة وخدم وحشم وجنود وبنود، لم يستطع أن يقتل هذا الغلام إلا بعد أن شاء الله تبارك وتعالى. وكانت الرسالة واضحة، فما كان من هذه الجموع الغفيرة إلا أنها هتفت بصوت واحد: آمنا برب الغلام. كلهم أخذ يقول آمنا برب الغلام، وعادت القرية إلى التوحيد ونبذ الشرك وعبادة الأوثان. طبعا الملك هنا يعني جن جنونه، فما كان منه إلا أن أراد أن يبطش بهؤلاء الناس كعادة الظلمة، فأمر جنوده أن يحفروا الأخاديد في السكك والطرقات، والأخدود هو الشق المستطيل الذي يكون في الأرض، كانت أخاديد عظيمة، ثم أججوا فيها النار الملتهبة، حشوها بالحطب وأججوا هذه النار، ثم أتوا بهؤلاء العزل المساكين على هذه الأخاديد وأخذوا يختبرونهم: اكفر برب الغلام وإلا قذفناك. فثبت الناس لما رأوه من آية ظاهرة ومن حجة بينة ساطعة أن الحق كان مع الغلام، وأن النافع الضار هو رب الغلام ورب الناس أجمعين سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فأخذ الناس يتقذفون. انظر لهذا الابتلاء والاختبار لهؤلاء النفر المؤمنين، حتى كان من ضمنهم كما جاء في صحيح مسلم امرأة معها رضيع لها، فعندما أتت على شفير الأخدود، لا شك أن القضية ما هي سهلة، ستحرق، خافت على وليدها، يعني تداركتها عاطفة الأمومة، فترددت بعض الشيء، فطمع الجنود فيها أنها ستكفر بالله تبارك وتعالى، فأنطق الله تبارك وتعالى رضيعها فقال: يا أمة اصبري إنك على الحق. وهذا كما قلت في صحيح مسلم. فزاد هذا الأمر من ثبات هذه المرأة، وأيقنت أنها على الحق، أن الله أنطق رضيعها، فقذفوها في النار هي ورضيعها. هؤلاء الناس الجالسين المجرمون، صور القرآن لنا صورتهم يعني في صورة بشعة لهم، وهم جلوس على هذه النار كما قال الله تبارك وتعالى: إذ هم عليها قعود، يعني قد انبسطوا وفرحوا وهم يرون هؤلاء المساكين الضعفاء من الرجال والنساء والأطفال العزل يقذفون ويصيحون ويصرخون ويحترقون أمامهم في هذه الأخاديد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا هذه الأحداث في هذه السورة العظيمة، قال الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج. انظر إلى القسم، الواو والقسم، والسماء ذات البروج، يعني يقسم الله تبارك وتعالى بالسماء وببروجها، قيل البروج هي النجوم، وقيل هي منازل الشمس والقمر، وربنا يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. ثم قال: واليوم الموعود، واليوم الموعود هو يوم القيامة، وشاهد ومشهود. أكثر أهل التفسير أن الشاهد هو يوم الجمعة أقسم الله به، والمشهود هو يوم عرفة أقسم الله به لفضل هذين اليومين العظيمين، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. هذا جواب القسم، يعني أقسم على شيء، أقسم، أين المقسم عليه؟ هذا جواب القسم، قتل أصحاب الأخدود. يقول ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن:
إذا قرأت في أي موضع من القرآن الكريم قتل يعني لعن، قتل أصحاب الأخدود يعني لعن أصحاب الأخدود، طردوا عن رحمة الله تبارك وتعالى من شدة غضب الله عليهم لما اقترفوه من هذا الظلم لهؤلاء المساكين الضعفاء. قال سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود المتأججة التي أوقدوها وكانت نارا عظيمة كما سيذكر القرآن، إذ هم عليها قعود، حول النار هذا الجنود والحرس والملك يتضاحكون يتمايلون يستمتعون بما يرونه من تعذيب هؤلاء المساكين المؤمنين. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، شهدوا هذا الأمر أمام أعينهم وهم يعذبون المساكين. وما نقموا منهم، يعني ما هي جريمتهم، ماذا فعلوا، فقط أنهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بس هذه جريمتهم أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، أيضا فتح لهم باب التوبة. يعني هذا الملك الآن وجنوده لو تابوا إلى الله لتاب عليهم، انظر إلى سعة رحمة الله. حتى قيل عن الحجاج، الحجاج معروف، الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الطاغية من أمراء بني أمية، طبعا ليس بني أمية ظلما، لكن هذا من أحد أمرائهم الذي كان يعني جبارا، كان حازما، كان ظالما. عندما حضرته الوفاة قال اللهم، يقولون إنك لن تغفر لي فاللهم اغفر لي، يقول هذا في آخر حياته، فالله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله. لا شك أن لو غفر الله له ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى فيبقى حق من قتلهم، لأن القاتل يتعلق به ثلاث حقوق: حق الله أنه انتهك محرما، وحق المقتول، وحق أولياء المقتول. حق الله إلى الله، قد يغفره وقد يعاقبه، ما نتدخل في هذا الأمر. حق أولياء المقتول لهم الحق، العفو، القصاص، الدية، صح؟ يبقى حق المقتول. طبعا حق المقتول ما نستطيع أن نعرف هل غفر له، هل سيطالب، لأنه قتل، متى سيطالب؟ في ذلك اليوم العظيم. إذن أن بعض الناس ربما ما تتضح عنده هذه المسألة، الظلمة القتلة من المسلمين كبعض من ولاهم الله تبارك، مثل الحجاج الآن ظلوم غش، لكن ما هو كافر. بعض الناس يعني يتجول، هذا كافر، كيف تقول كافر؟ هو ظلوم غشوم جبار لا شك، لكنه ما كفر، مثل الزاني المسلم، مثل المرابي المسلم، مثل عقل، هل كفر؟ ما كفر. فهذه الآية تشهد سبحان الله، انظر إلى سعة رحمة الله. قال ثم لم يتوب، لو تابوا لتاب الله عليهم، ويبقى حق من قتل في ذلك اليوم العظيم، يقتصون فيما بينهم. فلهم عذاب جهنم في ذلك اليوم العظيم مخلدون فيها إلى أبد الآبد، إنهم ماتوا كفارا. ولهم عذاب الحريق، واحد يقول شو الفرق الآن، قال ولهم، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، هل هناك فرق بين جهنم والحريق؟ نعم هناك فرق. الفرق والعلم عند الله عز وجل. تبينه هذه القصة أو بقية القصة أنهم الآن حفروا الأخاديد، ثم قلنا قذفوا الناس في هذه الأخاديد واحترقوا. قال أهل العلم أن هذه النار كانت عظيمة، ومن عظمها وارتفاع لهبها ارتفعت 40 ذراعا فوق رأس الملك ورؤوس جنوده. نار عظيمة، يعني شبيهة بنار التي أججها قوم إبراهيم له، أليست نار عظيمة؟ بلى، حتى قالوا إن الطير إذا مر في الهواء سقط مشويا. الدليل أنها نار عظيمة
أنهم ما استطاعوا أن يقتربوا ليقذفوا إبراهيم عليه السلام. كيف قذفوه؟ بالمنجنيق، لأنهم كلما اقتربوا تحرقهم النار لعظمها، وهذا معروف، النار كانت عظيمة والعياذ بالله، لا يستطيع الناس أن يقتربوا منها، فصنعوا المنجنيق وقذفوا إبراهيم عليه السلام من بعيد صلوات الله وسلامه عليه. فهناك نار عظيمة كانت، فمن عظم هذه النار بعد أن قذفوا الناس ارتفعت واستشاطت هذه النار حتى أحرقهم الله بها. أحرق من؟ أحرق الملك وجنوده، وهذا الذي ذكره الله في القرآن الكريم، قال فلهم عذاب جهنم، يعني في يوم القيامة، والعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولهم عذاب الحريق، يعني في الدنيا. فالجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحد، وكما تدين تدان. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. ترغيب وترهيب، صورة عن حال الكفرة، لهم عذاب جهنم خالدون إلى أبد الآباد والعياذ بالله، أما هؤلاء الذين عذبوا أحرقوا فتنوا وصبروا وثبتوا حتى لقوا الله عز وجل، ماذا لهم؟ جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إي والله، لمثل هذا فليعمل العاملون، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد، فقال أقل واحد من أهل الجنة من يعطى مثل ملك الدنيا وعشرة أمثاله، هذا أقل أهل الجنة منزلة وآخر رجل يخرج من النار من أهل التوحيد. إذن إخواني، هذه كانت حقيقة خلاصة هذه القصة العظيمة التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في هذا في كتابه الكريم من قصة أصحاب الأخدود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. غدا 28، غدا لن يكون هناك درس، أيضا عندي درس في الخارج. باكر 27، أي نعم، العفو، نعم لا 27، أحسنت. إذن لا، سيكون إن شاء الله تعالى غدا في درس قصص الأنبياء، بعد غد إن كانوا في العمر بقية لن يكون هناك درس لارتباط في درس في الخارج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.